علاقتي بالفنانين، انا كشخص كنشتغل بالدعوه خصني يكون المعامله ديالي مع عامه الناس طائعهم وعاصيهم. اذا تلاقيت شي واحد كيصلي ومحافظ وكذا وانسان مستقيم ومتدين غنتعامل معاه مزيان، واذا تلاقيت مثلا شي واحد عاصي ولا شي واحد داير شي حاجه او هو في شي مجال ماشي هو هذاك، لا غنتعامل معاه قبيح. ما يقول حتى واحد هذه، فهمتي القضيه؟ وهذه بزاف ديال الناس ما كيفهموهاش، وانا اللي كي يعني اللي كنشوف المعاناه. احنا المجتمع كيزيد كل عام كيزيد يتكلخ، ما بغيناش نقرا. يعني شوف انا غنتصور مع مغني فقيه مصور مع مغني، واذا تصورت مع واحد عادي هانيه وهذا لا، وهذا السيد كيبغيني بغى ياخذ معايا صوره، فين كاين المشكل؟ وهذا امر يبشر بالخير مثلا. والمشكل انهم هذا المغني كيسمعوا له تتصور معايا عاد ولا هو قبيح، ما خصوش يتصور مع الفقيه. فهمت ولهذا اللي كيقولوا ديك المصطلح ده اللي دارج الان، كيقول لك فهمت تسطه، يعني اذا زدتي تفهم تقدر تحماق. دابا انت هذا المغني كتسمع له، انت ملي فان ديالو هاو زوين تان، واللي انا هو مصور معايا ماله مغني مثلا الغنى ماشي مزيان، وهو كان ماشي مزيان، حنا اللي عنده شي معصيه او كذا ما يكون عندنا معاه علاقه، ما نصحوه ما. وانا واحد الانسان معروف كان عاني من هذه القضية. مثلا جا كنت في المطار في إيطاليا، وهو يجي عبد العزيز ستاتي وعادي الميلودي في نفس المطار، جايين من مطار إيطاليا لكازا، والناس كيتصوروا معايا وما جاوا تصوروا معايا ونشروها، وانت كتشوف فين كاين المشكل. يعني هما هذا أمر يبشر بالخير، أنهم ديك الناس كيحبوا واحد كيشتغل بالدعوة وهذه وكذا والدروس، هذا أمر خصنا نفرحوا له. فالناس سبحان الله يعني شي افكار وشي مفاهيم مغلوطه جدا، وكنحاولوا ما استطعنا اننا نقول لهم لا وكذا. الاخ اللي سولني صحفي في واحد الحوار قال لي شكون اللي كتمنى له الهدايه في كذا، قلت له الدوزي، يعني عن حب. قال لي وعن حب، لأن يعني الدوزي بيني وبينه تواصل، شاب ظريف ويعني السمعة ديالو حسنة، وفي نفس الوقت أنه واحد النهار قالها هو، فقالها بغيت نعاونه فقط، يعني كاين اللي باغي عجبه كذا، ولكن هو واحد النهار قال أنا باغي نعتزل. والناس مي كيتكلم على الغناء كيقول لك علاش الغناء؟ لا شوف، مي يقول لك واحد باغي نعتزل هو كيعرف بأن حنا وصلنا لواحد الوقت، هاد المجال هذا تخلط، بغض النظر على الغناء أنه فيه شي أمور أخرى مولاها كيعرفها. وماشي هو اللي قالها، قالتها لطيفة رأفت، وقالتها الدودية، ونجاة عتاب، وقالها تامر حسني، وقالها الدوزي، وقالتها كما قلت لكم لطيفة رأفت، وسعد الصغير، هادو كاملين قالوا نتمنوا نتوبوا. نقول لهم لا، احنا هما شغلهم هذا. انت اذا كتشوف بان هذا الامر هذا يعني كتخالف الرأي، كتختلف مع هذا المغني، هو حر. واش عباد الاخر كيقول لك انا باغي نتوب، باغي هذا المجال يعني نوقف منه، نقول له لا، حر هو، كما هو دخل له بخاطره وبغى يخرج له بخاطره. فهاد الناس اللي كيقولوا هاد الكلام انا بحال اللي كنبغي نقول حتى حنا معاكم بالدعاء، الله ييسر لكم داكشي اللي كتمناوه. انا مشيت لاسبانيا، ما مشيتش في القوارب او كذا، مشيت عادي مسافر بباسبور بدون فلوس ولا كذا. يعني انا ما خلصش، انا في كان عندي السن ديالي 19 عام، هزيت الباسبور مع تبوقيصه وزعيعر ولبس زوين وكذا، وبسبته وما وصلت لنقطه التفتيش، يعني هي عندها قصه. مريت عادي ودوست ومشيت. فربما النصيحه اللي نقدم ان الانسان اذا كتب له وهاجر لشي بلاد، وماشي كنقول على اوروبا، لان كاين واحد يعني مفهوم مغلوط عند الناس بزاف، وهو مي كنقولوا الجاليه المغربيه كيمشي بالو مع امريكا واوروبا، لا الجاليه المغربيه كل واحد خرج من المغرب. دابا اللي خدام في الجزائر هذاك ماشي من الجاليه. ناس يعني بزاف المرات كنحاول ان نصلح لهم هذا الكلام. اي واحد خارج التراب الوطني كيتسمى جاليه، لان واحد السيد خرج خدام في واحد خارج المغرب، ما يعني وكاملين عندهم، انا بالنسبه لي كاملين اكن لهم نفس الحب،
ماشي حيت واحد من الجاليه في الميريكان عنده قيمه، واللي في الجاليه مثلا في, في, في الامارات او في البحرين او لا أو, او مثلا في موريتانيا او جنوب افريقيا، لا هادو كاملين خوتنا المغاربه خارج الوطن لقمه العيش، الله يجازيهم بخير والله يوفقهم ويرجعهم لبلادهم سالمين غانمين. النصيحه اللي عندي هو انني نقول للناس اللي كيخرجوا خارج المغرب في اي بلاد كانت، يا الجزائر يا موريتانيا يا جنوب افريقيا يا الخليج يا اوروبا اسيا امريكا، انهم يمشيوا بالنفع، ما يهاجروكم بالمنفع، يعني يعطيو صوره حسنه، ما يضيعوش الشباب ديالهم. شحال من واحد كيقول لك اخويا نطلعوا اخي لديك البلاد نخدموا على راسنا، يلا يوصل يبدا بالسكره، وانت المسخوط ناقصك 10، انت باقي خصك 10 بشبعتي درتي كلشي، وانت موك باقا في براكه المفروض تخدم. يا كلتي كنتي كتقول المغرب نخويو هاد البلاد، اخويا دعي معنا اخويا نخويو هاد البلاد، خويتي ايوا لاطاك الخدمه خدم. لا هو ديك الساعه بان له الديسكو، بان له الملاهي الليليه، زعما راه ما خصو تاخر. لا وانا ودع من لا باش يكون عندك الفلوس ما خصك تاخر، ما نمشيش لديك الشيء لانه ما صالحش لا في الدنيا ولا في الاخره. فنصيحتي للشباب انه اللي كتب شي واحد يخرج يعني يستافد من هذيك البلاد اللي مشى ليها ويعطي صوره حسنه للمغاربه. والحمد لله كاين نماذج كثيره شرفت بهاد البلاد هذه في خارج المغرب. كما كتعرف حنا مجتمع الاشاعه كتمشي فيه كتنتشر فيه انتشار النار في الهاشم. انا دابا ما ينسالي معاك اذا بغيتي نكتب واحد الاشاعه في الفيسبوك اعطيني واحد ساعه المكانه جوج 24 ساعه وكتنتشر. وتصور شحال من فنان وفنانه وشحال من مشهور ومشهوره مؤثر رياضي جالس في دارو هو ومراته كيدخل الفيسبوك كيجبر انهم مطلقين والناس عبارطاجي. على البارح شفت واحد الخبر فحال هكذا وخصو مسكين يخرج يقول عباد الله راه حنا باقيين مزوجين. علاش حنا الناس يعني في هذه القضيه نشر الاشاعات كثيره. فالقضيه الزهري وهذه اغلبيه خرافات، حتى اذا كانت شي حاجه من الحقيقه هذا الشيء الشعوذه والسحر فهي السحر فهي قليله، والتباقي كل شيء خرافات لا اساس لها من الصحه. كلمه اخيره، ان هذه وسائل التواصل اللي انتشرت بزاف في البلدان الناس اخرين استفدوا منها، استفدوا منها بزاف. هذا التكنولوجيا وكما كنقولوا هذا الانفجار في التكنولوجيا فين وصلت، الناس استفدوا كيدخلوا يستفدوا يقراوا يتعلموا. حنا لا، انت كتشوف المشاكل وتسريبات الفيديوز و و و وكذا. في حال الفيديو الاخر ديك الطفله اللي في العرايش مالك، هذا الفيديو ما شفتوه يمكن طفله مالك، والناس وخرجوا الناس لا خصنا هاد السيده خصها الاعدام. شنو تعدم انت النصف المغرب؟ هو النصف المغرب هكذا سيدة، انت كتشوفها هذيك عاديه بنت كذا كل خنونه امها دتها غتحرقها وتصور داكشي بالفيديو. حنا كنعرفوا نماذج، مرأة عندها معاق كتقتلو قتيل كتبرد فيه جنونها، راجلها سمح فيها والظروف وكذا وكتضرب المعاق ما عنده لا جهد ولا وكتقتلو قتيل وكتقول لك انا ولدي ماشي شغلكم. نماذج امثله كثيره، شنو ما تصورتش فقط هذا تصور وتسرب هذا الفيديو هذا. فاحنا خصنا تغيير جذري في الاصل ضد الداء والمشكل، ماشي ع فيديو كذا. فهادشي اللي كاين، وكنشكركم على هذه الاستضافه الطيبه والله يوفقكم للخير. ونصيحتي لكم نتمنى انكم تان النصيحه هذه تدوز، نصيحتي لكم القنوات اللي كيسجلوا مع الناس اننا نديروا حوارات اللي هي مهمه واللي هي غادي يستفد منها المجتمع ويتنفع منها. والله يعاونكم الله يسر لكم الامور، واخا ان الناس اللي دابا كيخدموا على اعمال هادفه فحال هكذا كيكون المسؤوليه زايده والطلب قليل، ولكن الانسان يخلص النيه ويتوكل على الله وربي غادي يبارك في الخطوات ديالكم. وتحياتي، شكرا جزيلا. زورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.